هذا أشهر بيت بالكويت، البيت اللي مستحيل أي كويتي ينساه، بيت القرين. في هذا البيت استشهد 12 شهيد كويتي من مجموعة المسيلة اللي كانوا يعتبرون أحد أفراد المقاومة الكويتية أثناء فترة الغزو العراقي لدولة الكويت. وبتاريخ 24 فبراير صارت هذه المعركة في هذا البيت بالتحديد، واللي استمرت لساعات طويلة، بس ما تشوفون آثار الطلقات في كل مكان بالبيت. وواحدة من الشغلات اللي جدا مميزة في البيت هو هذه الكنجية اللي انخش فيها بعض الناجين وبعض أعضاء المقاومة، واللي والله الحمد موجودين على قيد الحياة إلى يومكم هذا. طبعا البيت ناس ما تشوفون بكل مكان آثار الطلقات وآثار الار بي جي وطلقات الدبابات، وهذا المكان بالتحديد توفى أحد أفراد المقاومة، وهذه السيارة كانت سيارة استخبارات العراقية، وهذا الباص اللي كان ينقل الكويتين إلى العراق كأسرة. وهذيل سيارات المقاومة الكويتية إلى الآن موجودين، وهذيل بعض الأسلحة اللي كانت تستخدم من قبل الجيش العراقي ضد الكويت، وهذه الملابس اللي كانوا يلبسونها مجموعة المسيلة ناس ما تشوفون حتى فيها آثار الطلقات إلى يومكم هذا، وهذه آثار الدبابات ورحمة الله عليهم، هذه الاثنى الشهيد اللي توفوا خلال هذه المعركة. لو تلاحظون أنهم من كل أطياف المجتمع الشيعي سنة حضر بدو، جمعهم حب الكويت والتضحية لروح هذا الوطن.